خطوات ثابتة على الطريق الصحيح تسير كرة اليد النسائية في مصر نحو المستقبل، في ظل اهتمام مجلس إدارة اتحاد كرة اليد الحالي بتطوير وبناء منتخبات للسيدات تنافس وبقوة قارياً وعربياً وعالمياً، والسير على خطى منتخب الرجال الذي أصبح أحد عمالقة اللعبة في العالم بفضل النتائج المميزة وهيمنته على الألقاب القارية والمنافسة بقوة في بطولات العالم والدورات الأولمبية. وجاءت أولى خطوات تفوق كرة اليد النسائية في مصر حصول منتخب الشابات مواليد 2002 على المركز الثاني والميدالية الفضية في بطولة إفريقيا والتي أقيمت في غينيا وانتهت منذ أيام، لتضع لاعبات الفراعنة أقدامهن على منصات التتويج القارية بعدما قدمنا نتائج مميزة وغير مسبوقة على الصعيد الإفريقي، بالإضافة للتأهل لكأس العالم. وقدم منتخب الشابات بقيادة المدير الفني رامي عبد اللطيف أداء بطولي ومستوى مميز خلال منافسات البطولة، وتفوقنا على منتخبات عريقة في الساحرة الصغيرة، وكان اللقب الإفريقي قريب جدا من بنات مصر لولا عدم التوفيق في النهائي أمام منتخب أنغولا أقوى المنتخبات الإفريقية والأكثر تتويجا بالألقاب في كرة اليد للسيدات بالقارة السمراء. وعلى نفس الدرب ينافس منتخب ناشئات كرة اليد مواليد 2004 بقيادة المدير الفني محمد فرغلي والمدرب العام شريف الشامي بقوة على اللقب الإفريقي بالبطولة التي تقام في غينيا بعد افتتاح مشواره أمس بفوز كبير جداً على منتخب سيراليون بنتيجة 70-12 بالبطولة التي يشارك فيها منتخبات مصر وغينيا والجزائر وسيراليون وغامبيا وغينيا بيساو. تألق منتخبي الشابات والناشئات في البطولات الإفريقية يبشر بظهور المنتخب الوطني الأول لكرة اليد إلى النور في أقرب وقت بعد فترة غياب طويلة جداً، وفي ظل اهتمام مجلس إدارة الاتحاد الحالي بقيادة الدكتور محمد الأمين لوضع كرة اليد النسائية على الطريق الصحيح. كرة اليد تعتبر اللعبة الشعبية الثانية في مصر، ولكنها صاحبة الإنجازات الأكبر في الألعاب الجماعية على الصعيد القاري والعالمي.